جاتها كرة غانا، بونو فسخها بالقلم وبالممحات، المغرب جاتها كرة، بوفال قال جول رابحين. ترجع الكرة طويلة، ترجع وصافرة جوشوا بوندو. غانا التي تأهلت على جنوب افريقيا بحكم فاعل وبفعل حكم. تتوتر الاجواء، الصدمة توجع، الهدف قاتل. غانا ستمر بين ظفرين، لانه الجابون ما يسال، لانه الجابون ما يسال، ما عندهمش وجوه، ما عندهمش وجوه. تحس انه منتخب غانا هذا خاصة بعد اعتزال جانا ساموا، تحسهم لو يلعبوا ايام ما يوصلوش. سكر لهم مليح، دفاعهم ضايع. والمنتخب الغاني ذاك البطل وذاك الاسطوره الذي صار مجرد ورق. نعم، كما قلت في بدايه المباراه، يوصل المسؤولين الحقيقه في غانا والاتحاديه الغانيه لكره القدم لم يستثمروا في شبانهم،